في 1 يناير 1898 تتولد بنت اسمها فاطمة محي الدين اليوسف في طرابلس في لبنان. الأم بعد ما ولدت ماتت على طول. محي الدين بقى الأب ودى بنته لعيلة علشان ترعاها وهو يصرف عليها، بس في مرة من المرات غاب عنها ومجاش تاني خالص. البنت حسبت ان العيلة اللي هي عاشت معاها وتربت معاها حسبت ان دي عيلتها الاصلية، بس في سن 10 سنين تتفاجئ ان مش دي عيلتها اساسا. العيلة اللي كانت عايشة معاها دي هتقرر ان هي هتسافر على جنوب امريكا، هتركب المركبة من لبنان على امريكا، بس وهما ماشيين لازم هيعدوا على مصر وبالاخص مينا اسكندرية.